زي ما بقول لك كده، زي ما بقول لك كلامي ده تسمعته يا اخي. اقول لك حاجه، يعني احساسي انا كزوج انه الخروف ده احتل مكانتي في وجدان زوجتي، ده عامل لي ارق، ارق يعني انا شاعر بارق. وبعدين انا متحسر جدا، انا ندمت اني جبت الخروف. تصدق يا مؤمن، انا الخروف ده اخذته بالاقساط من الجمعيه بتاعتنا، الاقساط ب 990 جنيه، دفعت 15 جنيه مقدم وصوت مرحله ب 15 جنيه، ده ترحيل بس، غير الادوات الاضافيه، ناس حبل وناس تجيب له ربطتين قش وناس ولد يدخل جوه تدي 3 جنيه، يعني كلام زي ده. اها، لحد هنا انا كنت ارتاح من الجتا شويه. الحصل شيء عكسي جدا، انه بعد ما الخروف ده دخل البيت انا طلعت برا البيت. صدقني انا هسي جاي زي الضيف، ضيف عديل يعني، جاي زي الضيف همها كله بالخروف. يا اخي دي مشيت الدكان جابت لها حاجه كده بغسلوا بها البلاط، اسمها ريستس باي فرستين ولا شنو عارف. المهم قالت تدعك البلاط اللي تحت الخروف، يا اخي دي وصلت مرحله غير كده، قالت عايز تغسل القش. هاي القش، قالت القش هاي هاي تصدق؟ قالت عايزه تغسل القش لانه يعني ما ممكن، اشترت حوض عشان الخروف يشرب فيه، وانا عطشان. قالت ساعه بقول لها ولا يجيبي مويه، ما شغاله بقى شغاله يا اخي. انا فكرت في افكار كثيره، يعني ابليس لعب في راسي لعب كثير، انا غررتها. استغفر الله العظيم، خلاص اعمل شنو يا اخي؟ والله عزمني، عزمني يا سيده، سيده نعم، في شنو؟ اختصر لي سريع، انا الخروف ده متاخر عليه 5 دقائق، داير شنو؟ انا فاضية ليه؟ اتكلم سريع. داير كوباية شاي. شنو؟ كوباية شاي؟ انت عارف ان انا الخروف ده 5 دقائق ما شرب مويه، تقول لي انت شاي؟ ها؟ داير بشرب شاي هسه، انا فاضية ليه؟ هسه انت ولا الخروف؟ سبحان الله. الخروف؟ قوم علي، قوم علي يا راجل، قوم قوم النايم ده شنو؟ اي قوم 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 علي غيرك، قوم قوم علي. ماما غسلي، ماما غسلي، ماما غسلي، ما عليك ما في خشمي، ما عليك يا وليه، ما عليك. حصل شنو؟ في زول مات؟ انا تكمات، انا تكمات الزول. ما عليك انت، طيب الشقه ولعت؟ هذاك كان ولعت، في شنو؟ هذاك كان حرقتنا، في شنو؟ واحد من اولادك وقع بالبلكونه؟ هذاك كان غريب، هذاك كان غريب، ده كله هي يا وليه، في شنو؟ الخروف. الخروف ماله؟ الخروف، الخروف مرق، الخروف راح. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. يا اخي دوشتينا يا اخي، الخروف راح، الخروف راح. خلاص امر الله، نسوي شنو؟ يعني انا حاقعد ادفع اقساط لحد بعد عيد الضحيه الجاي وخلاص راح؟ ما خلاص ده مال وراح، جاتك في مالك سامحتك، انا اعمل شنو انا؟ لا حول الله. وبعد اهتمامك الشديد بيه وده راح؟ راح. لا يعني ما رحت تفسح زاغ منك، مشى يعمل رصيد، في شنو يعني راح فين؟ ما عارفة، أنا بس مشيت أجيب لي موية حتى الدوا عطشان، قلت له 3 دقائق ما شرب، أجيب لي موية، مشيت جيت لقيته ما في. الحمد لله، توكلت بقى ما في عشان صارت غدا مرتاح. فرحان صح؟ لا أنا أفرح كيف يا أخي؟ ما أنا فقدي بالنسبة لي، وحدفع حدفع أقساط لحدي بعد عيد 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 الضحية الجاي، لكن ما فرحان. بس كمان يعني الخروف ده يعني كان شايل مني حاجاتي، يعني انا كنت في وادي وفي وادي، يعني انا كابن ادم وربيت وزوج، ما كنت الاقي رقبتي ولا كنت الاقيه جنبي، وقتي كله كان مع الخروف. او كده الواحد يا دوب يقدر يتنفس الصعضاء. لكن عمل شنو؟ الناس دي ما كلها اشترت خرفان وتهتم بخرفانة. اي لكن ما بتهتم بخرفانة وتحمل ازواجها، يعني خروف ما بقيف كده كورك ودو مويه ودو قش لحد ما تجي لحظه منيت ويضبح. لكن انت عديتي اكثر من يا اخي، تقول ايه؟ قال انا امشي اجيب لي مناكير احمر عشان اكاوي بها نادي عشان خروف جاي من اهله ظروفه حمر. انت مالك ما ابو يا اخي، ربنا قسم لها كده، ربنا جاب لها خروف ظروفه حمر، انت عايزه تجي تعمل المناكير؟ يا اخي عليك الله، والله يا سيده بالغتي، لكن برضه نعمل شنو امر الله؟ عليك الله اهتمي بينا شويه يا اخي.
وخلي بالك مني انا هسه عليك الله قومتني بصداع، دري كوبايه ليمون بارده كده ودري كوبايه شاي طلبتها من قبل اسبوع. خلاص سامحني. يلا. مش شاي ده وعمري. وخلي بالك مني شويه. كويس. معلش. دوله. الباب. ايوه ايوه ايوه، أيوه. منو في الباب؟ يا مرحبا. السلام عليكم. السلام. انتوا خلفكم ولا شنو؟ احمد. الحمد لله، انا جيت جنب الشارع قدامكم ده وروضته في العمود الناصي قدامكم ده. كثر خير يا شباب. تفضل شوي. شكرا بارك الله فيك. شكرا شكرا لك. شكرا لك. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله. خروف من وجع لك الخروف ثاني. كيف شغلك؟ دقيقة يا بنت الناس، سوي لك كوباية الشاي اللي لها 7 يوم. شاي شنو قلت الخروف؟ يعني لا قال لي خروف باه.